من وحي البيان تفسير للقرآن ذكر من الرحمن هدى من حكيم للإنسان تأمل في الآيات تدبر في الأحكام شرح وتفسير تعلم وتحبير من وحي للبيان تفسير للقرآن الحمد لله حباً الحمد لله شكراً الحمد لله رجاءً وطاعةً الحمد لله دائماً وأبداً مشاهدينا الكرام مرحباً بكم في موضوع جديد لنهار اليوم ألا وهو سورة الضحى تفسير للقرآن بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفسير للقرآن إذن مشاهدين أقسم الله سبحانه وتعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى وبالليل إذ همت ظلمته على اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك أي ما تركك منذ أن اعتنى بك ولا أهملك منذ أن رعاك ورباك بل ولا يزال يربيك أحسن تربية ويعيلك درجة بعد درجة وما قلى أي ما أبغضك منذ أن أحبك فهذه هي حال النبي صلى الله عليه وسلم الماضية والحاضرة حب الله تعالى له بل وترقيته إلى درجة الكمال وللآخرة خير لك من الأولى أي كل حالة متأخرة لها الفضل في الحالة السابقة بل ولا يزال صلى الله عليه وسلم يصعد في درج المعالي ويمكن له الله النصر على أعدائه وحتى يدبر أحواله بعد الممات وقد وصل صلى الله عليه وسلم إلى حال لم يصل إليها لا الأولون ولا الآخرون من قبله فقد من الله سبحانه وتعالى عليه بالكثير من الفضائل والنعم ولسوف يعطيك ربك فترضى ولا يمكن وصف هذه الحالة إلا بالعبارة الجامعة الشاملة ألم يجدك يتيما فآوى أي لا أب لك ولا أم لك فجعل جدك عبد المطلب يكفلك ثم بعد مماته كفلك عمك أبا طالب ووجدك ضالا فهدى أي وجدك لا تعرف ما القراءة ولا الكتابة فعلمك الكتابة والحكمة ووجدك عائلا فأغنى أي وجدك فقيرا فأغناك فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تسئ معاملة اليتيم وأما السائل فلا تنهر أي إذا سألك أحد فأجبه قدر السؤال وأحسن معاملته وأما بنعمة ربك فحدث أي أثني على الله بالذكر حتى إن كانت هناك مصلحة إذا مشاهدينا نصل إلى ختام الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الشرح البسيط ودمتم في أمان الله وحفظه تأمل في الآيات
تدبر في الأحكام، شرح وتفسير، تعلم وتحبير. من وحي للبيان، تفسير للقرآن.